الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع محاضرات أصول الفقه، ونحن اليوم على موعد مع الدليل الرابع من أدلة الأحكام، التي قلنا أن الغالب فيها الاتفاق بين أهل العلم، الكتاب والسنة والإجماع، والقياس. والقياس فيه خلاف خفيف، يعني طفيف، سنبين هذا الخلاف ونبين الراجح فيه. القياس لغة هو التقدير والمساواة. تقول قسط الأرض فبلغت 300 متر مثلا، يعني قدرتها، فهي من التقدير. وأيضا من القياس التسوية بين شيئين، وتأتي أيضا في اللغة بمعنى الميزان، يعني تزن الأمور، كما قال الله تعالى ووضع الميزان الذي يزن به الأمور. وفي الاصطلاح القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع علة بينهم، أو لاشتراك علة بينهم. هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق يعني سأسوي فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم، بمعنى إذا كان الأصل حكم الوجوب سيكون الفرع حكم الوجوب، إذا كان الأصل مستحب فالفرع سيكون مستحب، إذا كان الأصل محرم فالفرع يكون محرم. مثلا أقول إن الذهب ربوي، أو الذهب بالذهب يحرم إلا بشرطين اثنين، التقابض في المجلس والمساواة. فأتي أقول بالنسبة للدولار أو الجنيه أو بالنسبة للدرهم أو الدينار، يلحق بالذهب، الدرهم والدينار فرع والذهب والفضة أصل. كيف أعرف أن هذا أصل؟ أنه ثبت بالكتاب والسنة. الأصل والذي ثبت بالكتاب والسنة أو الإجماع ده يسمى أصل، أما الذي يثبت بالقياس فليس بأصل. فثبت أو ثبت بالسنة أن الذهب بالذهب ربا إلا بالشرطين السابقين، والدرهم والدينار والورق أو الدولار أو الجنيه لم يذكر أي واحد من هؤلاء في النص، فنقول هذا هو الفرع، الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه ده فرع. فهل نلحقه بالأصل؟ نعم، أقول إلحاق الدولار بالدولار على الذهب بالذهب اللي هو الأصل، يعني لابد هو ربوي، ولابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول المساواة، الدولار بدولار، ألف بألف، لو ألف دولار بألف وواحد دولار هذا ربا، لابد المساواة. والثاني التقابض في المجلس، إذن الفرع اللي هو الفلوس الجنيه بالجنيه فرع، ألحقته بالأصل وهو الذهب بالذهب الذي ثبت بالكتاب. قال إلحاق فرع بأصل في الحكم، حكم الذهب بالذهب حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس، إذن يبقى حكم الدولار بالدولار حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس. طيب لما ألحقت الفرع بالأصل كما قال الأصوليون؟ لاشتراكهما، أو للجامع بينهما في علة واحدة، اشتراكهما في العلة. فننظر في العلة الربوية. طبعا اختلف الفقهاء في علة الربا بالنسبة للذهب. جمهور أهل العلم يرون أن العلة الثمنية، أو غالب الثمنية حتى نقول، يعني يكون الصحيح
غالب الثمانية، عشان في خلاف طفيف بين العلماء، الشافعية والحنابلة أو الشافعية والمالكية يرون أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى لغيرها. نحن لسنا بصدد التفصيل، لكن اختلف الأحناف والحنابلة، قالوا العلة في الذهب الوزن، وشافعية والمالكية، وده الرأي الصحيح ورأي الجمهور، أن العلة في الذهب أنها الثمانية أو غالب الثمانية. لو قلنا بقول الأحناف والحنابلة، إذن الحديد بالحديد لا يجوز إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، أي شيء موزون، لأن الأحناف يرون الوزن هو العلة، فأي شيء موزون عندهم يكون فيه ربوي، لا يجوز إلا مثلا بمثل والتقابض في المجلس. نعم، يخرج هذا كله، يعني المال كل الجنيه وكل هذا ليس فيه ربا ولا شيء من ذلك. طبعا حينجر عليه كل الأشياء، ليس فيه زكاة وليس فيه ربا، كل الأحكام ستنجر عليه. صحيح الراجح أن العلة هي الثمانية، فالعلة اللي في الذهب الثمانية، والجنيه والدولار العلة فيها ثمانية، لأنه ثمن للأشياء ما تشتري إلا بها، فالعلة اتفقت هنا، فالجامع بينهما علة الثمانية، فألحقنا حكم الدولار بالدولار إلى حكم، ألحقناه بمن؟ بحكم من؟ حكم الذهب بالذهب، واشترط فيه شرطان حتى يصح التقابض في المجلس، وأيضا التساوي في العدد. خلاص، ده تعريف القياس. القياس له أركان أربعة، الركن الأول هو الأصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث الحكم، والركن الرابع العلة. أما الأصل وهو المقيس عليه، الأصل ده أنت بتأصله عشان تقيس عليه الفرع، فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. يشترط في الأصل أن يثبت بالنص، كتاب أو سنة أو إجماع، وقد بينا أن الإجماع ناسخ، صح؟ الإجماع ينسخ؟ أما ليش الإجماع ما ينسخ؟ يا رجل، ما قلنا في بعض المسائل سابقا أن هذه المسألة منسوخة، والدليل على النسخ الإجماع. الإجماع ينسخ ولا ما ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ لكنه يدل. يبقى إذن إذا قلت أنا أن الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هل يثبت بدليل ولا لا؟ يعني معنى كلامي، الأصل يثبت بالنص بالكتاب أو السنة أو الإجماع. طيب هقول الكتاب يساوي نص فين؟ في القرآن. طب السنة نص في السنة حديث. طب الإجماع، الإجماع لابد يكون له إيش؟ نص. علمناه ولم نعلمه؟ لابد يكون نص، لأن احنا قلنا الإجماع لابد أن يكون مستنده النص. خلاص، ده شرط في الأصل، الأصل يثبت بالكتاب والسنة والإجماع. الفرع هو المقيس اللي بنقيسه على الأصل. الحكم، طبعا الحكم الأحكام الخمسة، واجب أو محرم، الحكم الذي اقتضاه الدليل الشرعي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بربا إلا مثلا بمثل ويدا بيد، دي معناها إيش؟ معناها الذهب بالذهب ربا، حكمه حرام، يبقى إذن الحكم هنا حرام، فيكون الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من إباحة أو استحباب أو تحريم أو وجوب، هذا معنى الحكم. الرابع العلة، العلة هو الوصف المناسب اللي من أجله وجد الحكم طردا وعكسا، كأن تقول مثلا حرمت الخمر للونها الأصفر، صح؟ أنا قلت طردا وعكسا، يعني طب لو خمر لونها أحمر أو أبيض تصح؟ حرامة، يبقى إذن دي مش علة، العلة تكون وجودا وعدما، طردا وعكسا، وصف مناسب وهو الإسكار، فالإسكار هي العلة لتحريم الخمر. لما أقول طردا وعكسا أقول إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، ده الركن الرابع. نطبق المثل حي على الأركان الأربعة، نقول الخمر أصل أو فرع؟ أصل. طب كيف يكون أصل؟ أنا أقول فرع، كيف تخالفوني؟ فرع، الخمر فرع، ها اثبتوا على ما أنتم عليه، الخمر فرع ولا أصل؟ أنا أقول فرع. أحسنت، هو أصل لما؟ لأنه ثبت بالكتاب، ما الدليل؟ أحسنت، والأزلام ها رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآيات، فقال فهل أنتم منتهون؟ إذن ثبت التحريم بالكتاب، أحد عنده نص آخر؟ نعم. طب اقترب ما تبتعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، ما يصح. نعم أحسنت، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر،
والمعازم. الخمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر الخمر. الغرض المقصود الخمر أصل ثبت بالكتاب والسنة. الفرع البيرة. تعرفين البيرة الآن؟ البيرة أحسنت. فالبيرة فرع وليست ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن البيرة حرام ولا الله جل وعلا قال البيرة، قال الخمر. فالبيرة فرع خلاص. الفرع ده نريد نلحقه بإيش؟ بالأصل. يبقى لابد نلحقه بالأصل. يعني إيه نلحقه بالأصل؟ نسويه في إيش؟ في الحكم. طب حكم الخمر، شرب الخمر وبيعها وشراها، الحكم حرام. الفرع إيش؟ البيرة. نلحقه بالأصل في الحكم، يكون حكم بيع البيرة أو شرب البيرة أو شراء البيرة إيش؟ ده الحكم. طيب بجامع العلة طبقه. وين العلة؟ العلة الإسكار. طب راجل بيشرب إزازة بيرة كاملة ما بيسكر يا إخو، فكيف تلحقونها؟ ما قال الأخ، هو قال ما أسكر كثيره فقليله، يبقى قليله حرام، يبقى قليله مسكر. إذن البيرة حتى لو كان زنبيل ولا برميل، البيرة هو اللي يسكر، والزجاجة القليلة لا تسكر أيضا تأخذ الحكم. ده تطبيق عملي للأركان الأربعة كيف ألحق فرع الحكم. طيب الإخوة الأفاضل، الخمر أصل وعندي عصير العنب أو عصير الموز عشان يكون أسهل عليك، عصير الموز فرع، كيف ألحقه بهذا الأصل؟ أحسنت. ننظر، عصير الموز يسكر؟ يسكر. إذن يلحق بالخمر حرام، عصير الموز حرام. أي واحد ماشي في الشارع ترى يشتري عصير موز يعني لابد تنكر عليه إنكار شديد، حرام بيشرب موز والموز بيسكر صح؟ لا خطأ. ليش؟ لأن الموز لا يسكر، يبقى العلة منتفية، يبقى ما ينفعش القياس، يبقى تهدمت الأركان اللي أنا حقيس عليها. طيب الخمر أصل وماء الشعير فرع، يمكن ألحق هذا الفرع بالأصل؟ شوفوا. طيب ماء الشعير، الفيروز هنا مش فيه زجاجة اسمها الفيروز؟ الفيروز هذه فرع، تلحق بالخمر ولا ما تلحق؟ طيب في أحد يثبت أنها تسكر؟ أنا أسأل الآن، أنت ليش تبعد؟ أسأل، تسكر؟ في أحد شربها وقال دماغه اتعدلت؟ في أحد لو في أحد ثقة شرب ودماغه اتعدلت أو قال إن هي تسكر، يبقى إذا نلحقها بالخمر. لو ما في فإن الأصل في الأشياء تحريم. يا إخوة أخطأتم، حل. طب أين دليلكم؟ طالب العلم ما يتكلم إلا بدليل. أين دليلكم عن الأصل في الأشياء الحل؟ كيف تخالفونه؟ ما عندك؟ صح، أحسنت. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، مما ده من صيغة إيش؟ صيغ عموم، كل ما في الأرض حلالا طيبا. إذن إلا ما فصل لكم وحرم عليكم يكون حراما. الأصل الأشياء الحلال. إذن هذه هي الأركان. حجية القياس، القياس حجة، أدلة الأحكام هو دليل من أدلة الأحكام. وثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر، بالأثر والنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما ألحق الله العذاب ببني النضير قال لأهل الإسلام اعتبروا يا أولي الأبصار. يعني إيش اعتبروا؟ اعلموا أنكم لو فعلتم ما فعلوا إلا يكون العقاب مثل العقاب. فين الفرع والأصل هنا؟ وفين الإلحاق؟ بنوا النضير، أساؤوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا في العهود، فقاتلهم الله وأجلاهم وخربوا بيوتهم صح؟ ونحن أصلا قال لنا اعتبروا أنتم مما فعلوا. أين الأصل والفرع وكيف نلحق؟ طبقوا عمليا. نعم أحسنت. الأصل بنوا النضير، أحسنت. العلة التعدي، أحسنت. التعدي بنا نلحقه على طول، ممتاز. أيضا قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم قال إن الذي أحياها ها أكملوا لمحي الموت. هنا قياس، انظروا الله جل وعلا قاس وبين لنا القياس، أحسن. قاس اليوم الآخر أو قاس البعث، نقول بالتدقيق قاس البعث على إيش؟ حياء الأرض. الأصل عندنا الأرض ميتة، نزل عليها الماء، إيش اللي حدث؟ اهتزت وربت، أحياها الله بهذا الماء. الفرع الإنسان يموت فيبلى، يبقى عجب الذنب. هذا الفرع نلحقه بالأصل، سيحيا كما حيت كما أحيا الله الأرض. نعم
فإن السماء تمطر مطرا كالمني، فيأتي على عجب الذنب ثم يقوم حيا مبعوثا من قبل الله جل وعلا، بعثه كما أحيا هذه الأرض. مفهوم ولا لا؟ دي من الكتاب يكفينا هذا. من السنة كثير نجتزئ منه أجزاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ونظرت أن تحج أو كان عليها حج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ما سيأتي من هذا الدليل فيه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتي؟ أرأيت هنا إذا سيضرب مثلا وضرب الأمثال قياس. قال: أرأيتي إن كان على أمك دين، أكنت تقضيه أو كنت قاضية؟ أكنت قاضية إياه؟ فقالت: نعم. قال: دين الله حق. فأين القياس هنا إخوة الأفاضل؟ الحديث مرة ثانية، المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول: إن أمي نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت قاضية إياه؟ فقالت: نعم. قال: دين الله أحق. أين الأصل والفرع والعلة وكيف الإلحاق إخوة أصحاب القياس؟ نعم، أحسنت، دين الآدمي على الآدمي، قل ذلك. نعم، ها أنت أتيت بالأصل، جيد جدا، قل عشان يكون صح. دين الآدمي على الآدمي الحكم، أحسنت، وجوب قضاء الدين، وجوب صح، هي على دين يبقى وجوب قضاء الدين، يبقى دين الأصل الدين، حكمه وجوب قضاء الدين، الفرق دين الله، أحسنت، ها الحق كيف؟ الحكم وجوب القضاء، العلة وجود الدين، وجود الدين الآدمي فيه مطالبة، فلا بد ان انت اصلا تاخذ الدين. ايضا حق الله، ده قياس سنبينه اسمه قياس الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله احق، يعني من باب اولى، ده اسمه قياس جلي كما سنبين. ايضا في حديث اخر، جاء رجل مغضبا، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امرأتي ولدت ولدا اسودا، هو ابيض امرأته بيضاء واتى بولد اسود. فقال: لا، الامر ده فيه ريبة. طبعا هو ايه بيعرض على امرأته، ودي دلالة لانه وصل التعريض ممكن ما يقامش عليه الحد لانه تضرب الشبهة، فبيعرض على امرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بعير؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حم. فقال: أفيها أورق؟ يعني لون مختلف. قال: إن فيها أورقا. فقال: من أين هذا؟ يعني كان دول حم وده جاء لون رصاصي، لون مختلف عن اللون الأحمر ده، من أين جاء لونها؟ فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني جد البعير الكبير هذا جده في نفس اللون فنزع العرق له. قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وولدك لعله نزعه عرق. هذا أيضا قياس، كيف؟ أين الأصل وأين الفرع وكيف الإلحاق أيها القائسون لدرجة الاجتهاد القياس هذا؟ أين الأصل وأين الفرع وكيف الإلحاق؟ الأصل البعير، البعير المختلفة الألوان، قل ذلك. حكم اختلاف اللون، لا يدل على الزنا ولا يدل على إيش، على أنه أصلا أدخل عليه ما ليس منه. نعم، الفرع الآدمي، أحسنت، علة الإلحاق العرق الموجود في الجد أو في غيره. الغرض المقصود أنه يبين له، أنه يضرب له مثل يجعله يعرف أن هذا من باب القياس. أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيسون في الوقائع التي تنزل عليهم، كانوا يقيسون. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى أكمله. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع طعاما فلا يبيعه حتى نقط، حتى يقبضه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش؟ ذكر الحديد والنحاس والخمر، ذكر ذلك. إيش ذكر؟ طعام، من ابتاع طعاما. فقال ابن عباس نظر، قال: ما العلة؟ العلة عدم القبض، إذا كل شيء كالطعام، المسألة مش قاصرة على الطعام. فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، أو قال: أحسب كل شيء ينزل منزلة الطعام. فقاص غير الطعام على الطعام. إذا الرجل اشترى سيارة من معرض سيارات، فلما اشتراها
تركها، اتصل بالوكالة فباعها وياها واشتراها، والآخر قال له الشيكات عندي، ابعث الوكيل يأخذها أو الأجير اللي عندك، فبعث فأخذ الشيكات ورجل في بيته. اتصلوا بي في الليل فقالوا أنت اشتريت سيارة أوبل؟ نعم. كم ثمنها؟ كذا. طب أنا أريدها. قال بعتها عليك. بكام؟ ب60,000. فذهب الرجل أعطاه 60,000 وذهب إلى الوكالة أخذ السيارة. هذه البيع يصح ولا ما يصح؟ نعم. ليش لا يصح يا رجل؟ الشيكات اتكتبت واتفقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، فتراض بينهما. أحسنت. ما قبض السلع والقبض، القبض في المنقول أن ينقله، وفي الذي لا ينقل بالتخلية. الكلام ده مبهم شوية، في أحد ممكن يشرحه؟ ها. أحسنت. المنقول يعني الشيء اللي يحمل، الشيء اللي ممكن نجيبه هنا، السفن المنقولة أيضا، لكنها عشان شديدة قالوا بالتخلية. العمارات والبنايات والشقق القبض فيها معناه إيه؟ التخلية، أنك تديله المفتاح. فهو لم يقبض هذه السيارة فلا يصح البيع. فده طبعا بعرج على كلام ابن عباس أنه قال أحسب كل شيء كإيش؟ كالطعام. إذن كل شيء يشترى، سيارة، حديد، مكينة، لا يباع حتى يقبض، حتى ينقل، حتى يحاز. خلاص، ده قياس من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كثير من الصحابة كانوا يقيسون، وبعث عمر بن الخطاب بكتاب تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري ينصح بعض النصايح، ثم بين له القياس. قال وعليك بالفهم، الفهم الفهم. وكان يقول بعض علمائنا الفهم الفهم كل العلم، أو الفهم شطر العلم. حقا يعني الفهم هذا دقة النظر في الأدلة هي التي تصل بطالب العلم. ولذلك كثير من هذا العصر تجد علماء يعلمون الحلال من الحرام لكنهم ليسوا بفقهاء، هم علماء لكنهم ليسوا بفقهاء، لأنهم لا يدققون النظر. فالفهم عالي جدا، يرتقي به العالم عن العلماء أجمعين بدرجات. أما رأيت أن الله قد فضل سليمان على داود بسبب الفهم، مع أنه قال وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم الفهم فيما يأتي. فقال عمر لأبي موسى الفهم الفهم فيما يأتيك، وعليك بالنظير والنظير. يعني هذا هو تقيس، ترى الدليل الذي عندك والمسألة التي أتت. خلاص، المسألة هذه التي أتت عليك ما تعرف لها دليل، انظر لنظيرها من الشر ثم قس عليه. خلاص، ده قول أيضا عمر بن الخطاب. وأما المزني، من المزني هذا؟ قريب السيوطي صح؟ نعم، حسن، تلميذ الشافعي المصري، ده مفخرة المصريين، يعني المفروض أن نفتخر به. المزني له مختصر، مختصر كتاب المزني، مختصر على الأم. ولذلك قال قائلهم ما رأت عيني ولا سمعت أذني أفضل من مختصر المزني. هو اختصر الأم اختصار بديع جدا. فالمزني قال أجمع الفقهاء الذين رأيناهم على أن نظير الحق حق، ده قياس، ونظير الباطل باطل. فبين القياس. هذه أدلة من يقول بالقياس من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. أيضا من النظر نقول أن الله جل وعلا خلق الخلق وشرع الشرائع من أجل إيش؟ التيسير عليهم، ومن أجل تكميل مصالحهم. فمقاصد الشريعة جاءت بإكمال المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وإيش؟ وتقليلها. فده مقصد من مقاصد الشريعة، والقياس يوفر هذا المقصد، القياس يوفر تكثير المصالح. وأيضا من النظر أن هناك مسائل كثيرة جدا لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، فألمح الله للمجتهدين أن يقيسوا بأي قول من كتاب الله. أحسنت. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فده دلال الاستنباط، هذا من باب أيضا القياس. فهذا من الأثر ومن النظر. لكن سيف السيوف وسن الرماح الإمام ابن حزم الظاهري ليقطع رقاب من يقول بالقياس. طبعا هو منهج داود الظاهري، لكن ابن حزم كتاب الأحكام يعني شد الحرب وشنع بكل من يقول بالقياس. وهذا الرجل له حجة باهرة قوية جدا، لكن عند تدقيق النظر وتقف تتأمل ساعة ساعتين ثلاثة تعلم أن كل التشويش هذا وكل هذه الأدلة إلى خواء. هو المهم الغرض المقصود ينكرون القياس
ويشنعون بمن يقول بالقياس. من الأدلة التي استدلوا بها استدلالا واضحا قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الآن الله جل وعلا لم يقل في البيرة قول، والرسول لم يقل في البيرة قول، تأتي أنت تتكلم فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله، حاشا لله. والدليل الثاني قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يبقى أي شيء هتتكلم فيه بدون علم وعنده العلم هو العلم اليقيني اللي هو إيه؟ كتاب أو سنة. إذا تكلمت من غير كتاب وسنة فأنت بتقف ما ليس لك به علم. وقالوا أيضا الصحابة رفضوا القياس، منهم عمر بن الخطاب قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم آيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فتكلموا بالرأي فذموا الرأي. طبعا احنا بنتكلم على الأحناف، هم أهل رأي، يعني إيه؟ أهل قياس. والثاني عمر بن الخطاب، وأيضا عمر بن الخطاب في القول الثاني قال: إياكم والمكايلة. أتعرفون المكايلة؟ المقايسة. فيحذرهم من إيش؟ من القياس. وأخذوا طبعا سند صحيح عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي أكملوا أهل الفقه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكننا نقف على إيه؟ على الأثر. فدعا علي بن أبي طالب ورفض القياس، مع أنها فقهيا الشافعي يرى بمسح الأسفل والأعلى ويقيس الأسفل والأعلى. الغرض المقصود أن علي بن أبي طالب أيضا رفض القياس على قولهم. ثم قالوا: أنتم تدندنون حول القياس وتقولون الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين. طب الشرع جانا بمتماثلين وفرق بينهم، قلنا كيف هذا؟ قالوا: خذوا ما عندنا. قلنا: هاتوا. قالوا: المرأة تحيض فلا تصلي ولا طب تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن على ما رجحنا؟ لا لا، تجعلنا ننصب عليك الحرب، احنا شننا حرب بشعواء على من يقول بأنها تقرأ القرآن بالأدلة، يعني ترجع لها. غرض المقصود يبقى لا تصلي ولا تصوم. طيب بعد ما تطهر ماذا تفعل؟ ها؟ طيب الصلاة سنة، صح؟ الصلاة عليها الخمس صلوات دي سنة، فرض حكمها ايش؟ واجب، والصوم مستحب، والاثنين اتفقا متماثلين في الوجوب، الصلاة واجبة والصوم. طيب شوفوا الحكم، طهرت ماذا حدث؟ تقضي الصوم ولا؟ لما فرقنا بين المتماثلين؟ إذا أنتم أصلكم باطل، شرع جاءت هي تفرق بين المتماثلين. طبعا في أمثلة كثيرة على ذلك، قطع يد السارق ومش الغصب ما تقطع يده، أمثلة كثيرة، لكن نكتفي بهذا أنه يقول هناك متماثلين والشرع لم يسوي بينهم. كيف نرد؟ أقول أولا الحجة مع الجمهور، والصحيح الراجح أن القياس قياس صحيح. طبعا هم بيحتجوا بأن أول من قاس هو من؟ إبليس هو أول واحد قاس، فيقول لك إذا أنتم تتبعون من؟ إبليس، يعني إبليس هو قائدكم ومعلمكم، لأن إبليس هو أول من قاس. كيف قاس إبليس؟ هو عنده علم. ها؟ قال: أخلقتني من نار وخلقته، بس ليس هذا هو القياس. الآية اللي تثبت القياس إيش؟ كيف قاس؟ قال: أنا خير. هنا بقى لما قال أنا خير ده الحكم، طب القياس هو هذا. فالحكم الخيرية، والعلة إيش؟ إن النار أفضل من الطين، وطبعا أصلا الطين اللي هي من ماء، يعني هو طبعا ابن القيم أبدع جدا في غزل الأفان، وبين إن القياس ده قياس باطل بكل أحواله وهو فاسد الاعتبار كما سنبين. غرض المقصود قالوا أول من قاس إبليس، إذا أنتم تتبعون خطوات إبليس، والله يحرم هذا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الراجح الصحيح مع الجمهور وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية، وطبعا كفى بالأدلة التي سردتها من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله جل وعلا بين لنا القياس، قال: كذلك تخرجون، صح؟ فأبين أنه يثير السحاب في السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، قال: ويحييكم كما أحيى هذه الأرض البوار الميت. فبين القياس، والقياس في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قاس والصحابة فعلوا ذلك، فلا نعد الكتاب ولا نعد السنة ولا نعد هؤلاء
الذين قاسوا وهم أفضل الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نرد على المخالف، وإلا فأدلته قوية جدا. الدليل الأول قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالقائس مقدم بين يدي الله ورسوله. كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو، تقول القياس ليس تقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله بين القياس في كتابه، وإن الرسول قد قاس، وما لي لا أقيس، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس، فهذا ليس تقدم بين يدي الله ورسوله. طب قولهم ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال إذن أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن، وظنك ده ممكن يكون مخطئ، يبقى إذن بتقف ما ليس لك به علم. احنا نقول ان الادلة قطعية حولت علينا الاجتهاد، بيانت ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله. هذا ليس بانه يقف ما ليس له علم. ولذلك العلماء اشترطوا ان الذي يقيس لابد انه يكون له آلة الاجتهاد، ادوات الاجتهاد لابد تكون متوفرة فيه. الكلام ده كله يصح عند من؟ عند أساقط طلبة العلم. نقول لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا نقول له إيش؟ أنت لست من أهل القياس، أنت تتقي الله بنفسك لا تقيس. ده اللي ممكن نقول له ذلك، ونقول أنت تتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن المجتهد نقول قد أحال الله إيه؟ العلم عليك بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أهل الذكر يتدبروا الأمر، يتدبرون المسألة ويأتون بالنتيجة. طيب الإشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه إياكم وأصحاب الرأي. نعم، كيف نرد على هذا؟ نعم، هذا وجه وقوي، جزاك الله خير. يبقى يحمل كلام عمر، إيه اللي خلينا نحمل كلام عمر على هذا الكلام؟ هو قال صح. السؤال الآن ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر إياكم وأصحاب الرأي على أن الرأي الذي يصادم النص؟ خلاف الظاهر هذا. ها أحسنت، نعم إشارة، لكن في أمر آخر مسبق، إيه اللي يجعلنا نؤول قول عمر؟ أحسنت، عمر نفسه أصل أصل القياس وقال النظير بالنظير لأبي موسى، فهمت؟ ثم في الحديث ما يؤيده هو أنه قال آيات من الأحاديث، فإذا هو يذم الذين يأكلون بالرأي مصادمين بذلك النص. الوجه الثاني أن نقول هو يقصد أي رأي، أهل الأهواء، ما احنا قلنا الأول. الثاني هو يقصد أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين ليس لهم، يعني لا يريدون الحق في حال من الأحوال، لكن يضربون الأحاديث عرض الحائط وينظرون إلى رأيهم ويقولون نقدم العقل على النقل. هذول أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فده يحمل كلام عمر عليه. طيب كلام علي، لو كان الدين بالرأي كيف نرد على هذه الشبهة القوية؟ نعم نعم، بس الرد الثاني الأوجه. نعم كلام صحيح. الوجه الأول عن علي بن أبي طالب صححه بعض العلماء، إذا ما تلزم المخالف بما تتبناه أنت. إيش هذا إشكال؟ الآن الإشكال ده تعرضوا به علينا لينفوا إيش؟ لينفوا القياس. أحسنت، الاتباع هو الذي يرد عليهم. لما؟ لأن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي إيش فعلنا؟ لمسحنا الأسفل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلى. فإذا هو قال إن هذا حالة خاصة، أن تصادم برأيك فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع لأننا نقول إن أي قياس سيصادم النص فهو فاسد الاعتبار، انتهى. أيوة، ما هو فعل سنة فعلية هو رأى، فده النص. فالإجابة اللي أنت تقولها هي إجابة عن الحديث عن فعل بنجيب عليه، لكن الآن نريد نرد شبهة نفي القياس. نحن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل القياس، لا قياس مع النص بحال من الأحوال، مفهوم؟ إذن يسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنتهض حتى تضعف لنا حجية القياس. كيف؟ يبقى الفارق بين أيوة نعم أحسنت. الرد عليها أيضا من وجهين. ها ده الوجه الثاني ولا الأول؟ هو الرد عليه من وجهين. طيب نقول الوجه الأول يا إخوة يا فاضل، فين الحكم له؟ هو كلامه صحيح، بس أنا أردت أنه يشوف الدليل. إحنا أصلنا أصل كل قياس ضاد أو ضارب النص فهو
فاسد الاعتبار. عندنا نص غلط، كنا نؤمر. مين اللي بيؤمر هنا؟ نفسه. إذن دي نص من السنة ولا مش نص من السنة؟ إذن دور مع النص الذي مع السنة حيث دار. يبقى القياس، قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه صادم نصا. طب الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة، إن الصوم شهر واحد في إيش؟ في العام، فكان أيسر إنها نقول تقضيه، لما الصلاة كل يوم فكيف ستقضيها؟ سيشق عليها. والله جل وعلا يقول نعم. وإيش ثاني؟ أحسنت. إيش ثالث؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسنت. فكل ذلك تدل على أن المشقة تجلب التيسير، فده من مقاصد الشريعة. ويبين لنا أن القياس أيضا، شوف لما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا، لما القياس خالف مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر، فلما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا وما أخذنا به. إذن سلمت لنا الأدلة. قياس إبليس نعم الرابع سهل جدا. أنا أقول إبليس قاس قياسا فاسد الاعتبار، ها هو هذا أمر الله ثبت بالنص. قال أسجد، إيش فعل؟ قاس ليصادم النص برأيه العاطل. فأقول أيضا أدي الوجه الأول إنه قياس معه، إنه قياس فاسد الاعتبار. أيضا لو تنزلنا معه القياس إيه مع الفارق، لأن الماء أفضل من النار بكثير. كيف؟ هو رد حكم ما بقياس، لأنه يقول أنا خير منه. هذا هو مستجدات أحسنت، ده من النظر أيضا. قلنا مستجدات كثيرة جاءت، لو لم يكن القياس لضاعت الأمة. ولذلك احنا نرى أن الله جل وعلا أراد أن يرفع ويبين لهذه الأمة قدر العلماء، والله بالقياس وبالاجتهاد والنظر أراد أن تعرف الأمة قدر رجالتها بهذا. كل نازلة تنزل فتنظر بقى، ترى العالم يأخذ الكتاب ويأخذ السنة ويجتهد حتى يستنبط الحكم من هذا الدليل. ولذلك الشافعي قال ما من شيء ينزل وما من نازلة إلا في كتاب الله جل وعلا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن قال علمها من علمها وجاهل من جاهلها. والعلم يتفاوت، منه علم مستنبط منه علم صريح إلى آخر هذه الدرجات. لأن عندنا شروط القياس، المسألة التي تليها شروط القياس وأقسام القياس والكلام على العلة. نأخذ شروط القياس. من شروط القياس أولا أن يكون الأصل قد ثبت بنص. يعني إيش بنص؟ كتاب، سنة، إجماع. الإجماع نص، والإجماع الثالث أيضا، لأن الإجماع ليس نص لكنه دليل على النص. فلابد أن أقول لابد الأصل أن يثبت. يعني مثلا على قول جمهور أهل العلم، مثلا قالوا أجمع أهل العلم على حلية الذهب المحلق. ده الرد اللي كان كما بينت سابقا، الرد على الشيخ الألباني في الذهب المحلق، انهم قالوا خالف الإجماع. وطبعا هو بين الإجماع ده لا يمكن، لا نستطيع. لكن نقول مثلا على قول الجمهور الإجماع على حلية الذهب المحلق، هل يصح أن يكون ده نص؟ فأقول الخلخال يصح، الإسويرة والطوق والحلق حرام. لا، حلال بالإجماع، الإجماع أجمعوا على ذلك. طب الخلخال يقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ ليش يقاس عليه؟ جماعة الأمة على أن القرد أو الإسويرة أو مثلا الحلق بالإجماع حلال، الخلخال يحل ولا ما يحل؟ طبقه علميا. أحسنت. طيب طبق بقى، خلاص أنت أتيت بالمهم. ها أحسنت. فنقول أن الغويشة أو الإسويرة أصل. من وين أتينا أنها أصل؟ لأنها ثبتت بالإجماع، والإجماع دليل على نص، مفهوم؟ إذن فألحق بها الفرق. يبقى الشرط الأول من شروط القياس أن يثبت الأصل بالنص. مثاله أيضا الورق بالورق ربا. الورق اللي هو إيش؟ الورق اللي هو الورق العادي، فضة. سنت. الورق الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفضة بالفضة ربا، إلا أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، تقابض في المجلس والمساواة موجودة. طب الفضة أصل لأنها اكمله ثبتت بالنص، والدولار فرع ويلحق به كما فصلنا. هو الغرض المقصود لابد الأصل يثبت بالنص. الشرط الثاني من الشروط أن يكون الأصل معلل. يعني ايه معلل؟ يعني له علة. طبعا العلة دي لها صفات
سنأخذها في الكلام على العلة، لكن لابد أن هو يكون معلل. لما أقول لابد أن الأصل يكون معلل يخرج بذلك التعبدي. طيب أحد يضرب لنا مثلا تعبديا ودع اليمنى ليسرى في الصلاة تعبديا، ها ما رأيكم؟ يعني الحكم هو الحكم بالوجوب هذا ولا حكم الاستحباب؟ حكم الاستحباب. طيب إذن اللي خارج الصلاة لابد ان هو يمشي في الشارع، يمشي حد في ايده اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، صح؟ قياسا لما لا؟ الآن أنا ألزم كل أخ يمشي في الشارع ما ينظر لمن بجانبه، يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة. ما توافقوني؟ تخالفوني؟ لا حول ولا قوة. لما تخالفوني؟ أنا أقيس الشارع على المسجد يا إخوة الله يهديكم. أيوة نعم، هذا تعبدية ما فيش إلا عشان أنا ألاحق فرع بأصل. إيش تاني؟ غسل الثوب. نعم، عند جمهور أهل العلم إن هي تعبدية، لكن الشيخ أحمد شاكر بين مؤخرا أنها لها علة، وإن هي فيها لعاب الكلب بيجعل دود هذا. والغسل الثوب نعم سبعة، أنا أقول بذلك. الكلب لو ولغ الكلب فم الكلب جاء على الثوب حكمه حكم الطبر، سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب أو أولها بالتراب ولا يجزئ غير ذلك بحال من الأحوال. قلت الثوب مثل الطبق في الحكم، سبع مرات ويعفر ثمنه بالتراب ولا يجزئ غير ذلك، يعني من أجل الشرب. أن السلام أتى بالحكم ذلك. اللعاب أستاذي، اللعاب جاء في الثوب نفس الأمر. هل اللعاب جاء؟ لما تفرق أنت بين متماثلين؟ ائتني بالدليل، أنا أعرف من أين أتيت بهذا أنت، وخالفناه وبينا له ذلك. ائتني بالدليل، ما عندك؟ الله يحفظك، إذا أنت جبت لنا قياس أولى كمان. الصحيح الراجح أنه لابد، لا لابد. فهذا عند الجمهور قال تعبدية، لكن الشيخ أحمد شاكر بيّن أن طبيا الآن أن ولوغ الكلب يأتي بالدودة الشرطية، ولا يمكن أي شيء يمتها، ولا الغسل مرة مرتين وثلاثة، ولا الغلي، ولا أي شيء إلا التراب مع سبع مرات. لكن هو يصح مثال، في مثال أوضح منه، الركوع قبل السجود. أحسنت أيضا تقبيل حجر الأس، أحسنت. طب ما دليلك على ذلك أنه تعبدي؟ أي حجر سأراه مكورا حنلزم كل واحد أنه يقبله. لا، قول عمر لولا أنك لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله كما أحسنتم صنعا. طب ما حدش متزوجون أنتم؟ طيب الغسل من إيش غير المغتسل؟ ما بيحتلم؟ مش الغسل إذا احتلم يغتسل؟ طيب يبقى العلة إيش؟ لا، نقول السبب ونزول المني، صح؟ طيب خلاص، الذي يمزي أو يمزي عليه الغسل، عليه الغسل، لا عليه الغسل الحاقا بفرع الأصل. نزل المني من مكان معلوم، ونزل المزي من مكان معلوم، والمني ينزل بشهوة والمزي ينزل بشهوة، فأنا ألحق هذا لجمع الشهوة، ألحق المزي بالمني. لابد كل إنسان مذاء علي أن يغتسل ولو مات بالماء. تصوبوني؟ تخطئوني؟ لما؟ اتقوا الله، هذا قياس، الشهوة موجودة من الاثنين. نعم. طيب سيب النص الآن، انظر لقياسي الأول، قياسي صحيح ولا لا؟ لما؟ هي إجابة صحيحة، لكن أنا أريد الآن التطبيق العملي. قياسي أنا صحيح ولا خطأ؟ هو هذا، قل أن هذا الحكم إيش؟ تعبدي، حكم تعبدي، فلا تلحق به غيره، لأن الشرط اللي اشترطناه نحن إن الأصل يكون بعد أن ثبت بالنص يكون معللا، معللا. ضرب بعض المشايخ أيضا مثل آخر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قول الحنابلة خلافا للجمهور الوضوء من لحم الجزور، على الراجح، مع أن جمهور الفقهاء، ودي طبعا ما قالها للفقه تفصيل الفقه، لكن الجمهور على أن الوضوء مما مست النار كان أول الأمر ثم نسخ، صح؟ أما الحنابلة يرونه، والكلام ده يعني النووي العلماء يقولون لا يخرج عن الشافعية قيد أنملة، لكن ما يجبر على الخروج إلا الدليل. فأنا أذكر له مسألتين خرج فيهما أو بيّن أن الرجحان خلاف الشافعي، مسألة سجود السهم فقال الحجة مع الشافعي والأقوى مع مالك،
فأقوى الكلام على سجود السهم للمالكية ثم الشافعية. والمسألة الثانية مسألة لحم الجزور، بين أن الدليل يرجح أن لحم الجزور الوضوء منه هو الصحيح. فبعض العلماء قال طب الوضوء من لحم الجزور لما؟ أن الإنسان قال خلقت مما خلق منه جان، فهذا يعضد ما تقول، فبعضهم علل بهذا صح، لكن صحيح الراجح أن الأمر تعبدي، صحيح الراجح أن الأمر تعبدي وليس بمعلل. فمن قال مثلا إذا أكل الرجل النعامة مثلا، قلنا لحم النعامة توضأ منه لما؟ قياسا على لحم الجزور، نقول له قياسك باطل. لما باطل؟ لأنه فقد شرط، لأن هذا غير معلل، النص هذا اللي هو الأصل اللي أنت بتقيس عليه غير معلل، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث هو طبعا يتطرق للعلة، وقلنا التفصيل في أمر العلة وإثبات العلة سنتكلم عليه الأسبوع القادم. قالوا العلة هذه لابد أن هي تكون علة مناسبة للحكم. يعني إيه مناسبة للحكم؟ يعني الحكم يوجد ما حيث وجدت وينتفي حيث انتفت، يعني العلة تكون متواجدة طردا وعكسا، طردا وعكسا الضرر. العلة الثمنية يبقى لابد مثلية وتقابض في المجلس، يبقى العلة الثمنية إذا وجدت وجد الحكم اللي هو لابد تقابض في المجلس ومساواة. طب دولار بجنيه، دولار بجنيه، نقول يصح متى؟ تقابض في المجلس. لما؟ للعلة متفقة، العلة الثمنية هي متفقة، يبقى لابد الدولار بالجنيه يكون فين؟ في المجلس، لا يصح أن يكون نسيئة وجودا وعدما. وجد الإسكار أصبحت خمرا، الثمانية في الجنيه وفي الدولار، دولار بالدولار لابد من شرطين، أن يكون في مساواة ولابد التقابل في المجلس. دولار بجنيه نقول دولار بألف جنيه يصح، لكن شرط تقابض في المجلس لعلة بينهم. طيب قلنا المثل الثاني، وجد الإسكار أصبح خمرا وأصبح محرما، انتفى الإسكار انتفى التحريم. فالموز حرام، لما؟ وجد فيه الإسكار يسكر الناس، أخطأت أنا وهمت سامحوني. إذن الموز يصح لأن العلة قد انتفت. طب الحكم انتفى يحل لا يحرم، ليه انتفى؟ لأن العلة. طب وجد الإسكار في البيرة يوجد الحكم، هي حرام، لأن العلة وجدت يبقى الحكم وجد، يبقى لابد أن العلة تكون طردا وعكسا، يعني وصف مناسب، لا أنه هو يكون أصلا وصف غير مناسب. مثلا أن تقول العبد إن كان أسودا فهو لا يتزوج امرأته الحرة، يعني لا يبقى العقد معه، تخير إما أن تتركه وإما أن تبقي عليه. مثال بريرة، بريرة لما أعتقها الله جل وعلا بسبب عائشة رضي الله عنها وارضاها، من الذي سعى خلفها؟ مغيث دار حولها من شدة الوجد والغرام والعشق، فكان يبكي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب، فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فلما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على مغيث ذهب إلى بريرة فقال لها تزوجي، أو قال اقبلي، يعني لا تتخير العتق. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت إذن لا، ما أريده، هي ما أرادته لأنه أسود، لأنه لو كان أبيض كانت تجبر عليه صح؟ لا، السواد والبياض لا يؤثر في الحكم، يبقى إذن لابد العلة تكون وصف مناسب وجودا وعدما، لا إن هي أصلا ما تكون وصف مناسب كالسواد مثلا في العبودية. ده الشرط الثالث اللي هو العلة تكون وصفا مناسبا للحكم مؤثرا، توجد العلة فيوجد الحكم، تنتفي العلة ينتفي الحكم. الشرط قبل الأخير، الشرط الرابع، ألا يصادم القياس نصا، لأنه لو صادم النص أصبح قياس، أصبح قياسا فاسد الاعتبار. فلابد أن أنت متى تقيس، متى يصح لك أن تقيس؟ إذا اجتهدت في المسألة ولم تقصر تبحث عن النص في الكتاب أو في السنة فلم تجد لك أن تقيس، أما أن تقيس والنص موجود فهذا فساد في العقل وفي الاعتبار، لا قياس مع النص، وهذه القاعدة التي قعدها العلماء. طبعا الأمثلة على ذلك كثيرة، أجتزئ منها أيضا مثلين. المثل الأول مثل قول الأحناف أن للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها،
قلنا لما؟ قال لأن لها ذمة مستقلة قياسا على البيع. أنتم تقولون هي لها ذمة مستقلة بالاتفاق لها أن تشتري وتبيع، يصح ولا لا؟ يصح تبيع وتشتري ولا ما يصح؟ بالاتفاق يصح. قالوا يعني جعلتم لها تصرف وصححتم التصرف ولها ذمة مالية. طيب الزواج هي بتأخذ المهر لما؟ لأنها تمكن نفسها للرجل، كأنها إيه؟ كأنه هبة لما استحل من فرجها، فهي أشبهت البيع والشراء، فهي لها أن تزوج نفسها. هو قياس بديع وقياس قوي، لكن الرد عليهم أن احنا نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لما